إياكم أن تضيعوا الوقت في التسلية والغناء. الآن المسلمون استبدلوا كلمة اقرأ بأرقص، أرقص غناء ورقص، مطاعم وسياحة واختلاط وفسق وفجور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، شو الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ والله ما منشم ريحة النصر. لا تكونوا سذج إطلاقاً. الدعاء يسبقه عمل، يسبقه توبة، تسبقه استقامة. أيها الإخوة الكرام، نحن في محنة كبيرة. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً لهذه العصور الثلاثة الأولى التي كان فيها الإسلام متألقاً. البطولات، الوفاء، الكرم، الحياء، المروءة، النجدة. طبعاً امرأة قالت ومعتصمة، المعتصم لم يجلس حتى جهز جيشاً وغزا الروم وأنقذها. رب ومعتصماه انطلقت، ملأ أفواه البنات ليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، بكاء منخفض لهذا الذي نسمعه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً. يظهر النفاق، موجة نفاق تجتاح العالم، النفاق للأقوياء ولو كانوا مجرمين، والنفاق للأغنياء ولو كانوا مبذرين. يظهر النفاق وترفع الأمانة. الاحتيال والكذب والدجل وابتزاز أموال الناس، وتقبض الرحمة، ويتهم الأمين، ويؤتمن الخائن، ويكذب الصادق، ويصدق الكاذب. أيها الإخوة الكرام، من علامات قيام الساعة أن الحياء ينزع من وجوه النساء، وأن النخوة تنزع من رؤوس الرجال، وأن الرحمة تنزع من قلوب الأمراء. لا حياء في وجوه النساء، ولا نخوة في رؤوس الرجال، ولا رحمة في قلوب الأمراء. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكسر الزلازل، ويتقارب الزمان، تنتقل من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر في ساعات، وتتصل مع أقصى مكان في الدنيا في ثوان. يتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكسر الهرج. ما الهرج؟ قال: القتل، قتل كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوه. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، وحتى يتطاول الناس في البنيان، الأبراج، 50 طابق فما فوق، 90 طابق فما فوق، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل
فيقول يا ليتني مكانه. إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، وإذا كان أمراؤكم صلحاءكم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفاراً، لأن الله أطلعه أن أمته من بعده سترجع كفاراً. ما علامة كفرها؟ قال لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، قتل، ذبح، تمثيل، تعذيب، إبعاد، تشرد. ويقول عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي سلاطين، الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل، لا يعطون أحداً شيئاً إلا أخذوا من دينه أضعافاً. العطاء مقابل أن تتنازل عن دينك. لا يعطون أحداً شيئاً إلا أخذوا من دينه أضعافاً. وهناك أناس فهموا الإسلام فهماً معكوساً، فهموه تكفيراً، فهموه تشريكاً، فهموه قتلاً، فهموه استعلاءً، فهموه وصايةً. قال عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن حذيفة بن اليمان أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع دينه من أجل منصب، من أجل مبلغ، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني إذا جاء مبلغ فلكي مقابل أن تكتب إن الموت كان طبيعياً، والموت كان قتلاً، باع دينه كله بهذا التقرير. يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني كان مؤمناً فأصبح كافراً، أمسى مؤمناً فأصبح كافراً، أو أصبح مؤمناً فأمسى كافراً. من علامات آخر الزمان المؤمن لا يباع ولا يشترى. المؤمن رقم صعب، لكن المنافق رقم سهل، له ثمن محدود. في إنسان بألف ليرة، إنسان بمليون، إنسان بخمس ملايين، يبيع دينه، يبيع ورعه، يبيع صلاته، يبيع صيامه، حجه، زكاته. قال حذيفة فداك أبي وأمي يا رسول الله، حدثنا في الفتن. قال يا حذيفة إما أنه سيأتي على الناس زمان، دققوا، هذا الكلام بزمن الفتنة فقط، القائم فيه خير من الماشي، لأن تكون واقفاً
أفضل من أن تمشي، والقاعد خير من القائم، والقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول، يعني أكبر وعيد توعد الله به الناس في القرآن أن تقتل مؤمناً متعمداً، وهذا يقع كل يوم. المؤمنون يقتلون من قبل مؤمنين. القاتل والمقتول في النار، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الإخوة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن فعظمها، فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه حديث ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وفصل ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن تتبع الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، هو الذي لما سمعته الجن قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً. ما في حل، ما في حل مهما تعددت الحلول إلا أن نصطلح مع الله، لأن الله أعزنا في الماضي بالإسلام ولا يعزنا بشيء آخر. ما في حل إلا أن نقيم الإسلام في بيوتنا، والحل الذي أضعه بين أيديكم بإمكان كل واحد منا. دعك من المجموع، دعك من الأقوياء، دعك من الطواغيت، أقم الإسلام في بيتك، وأقمه في عملك، وانتظر من الله النصر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحل الأول والأخير القرآن الكريم، أن نعود إليه، وأن نعود إلى فهمه من السنة الصحيحة، ومن فهم الأجيال الثلاثة من صحابة رسول الله. فإذا عدنا إلى الله عاد الله لنصرنا، واستعدنا دورنا القيادي، وأصبحنا أعلاماً بين الأمم. أما الآن والله نحن مضغة الأفواه بين الأمم، والله يسخر بقصصنا، نتقاتل، لسنا مؤهلين أن نحكم أنفسنا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالطاعة وعليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إلزم الجماعة، كن مع المؤمنين، لا تنفرد برأي، خذ رأي العلماء الأجلاء الربانيين الورعين، لا تجتهد من عند نفسك، لا تسبب للمسلمين متاعب لا تنتهي. المسلمون سلمهم واحدة وحربهم واحدة. عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنت يا عوف إذا افترقت هذه الأمة على 73 فرقة واحدة في الجنة؟ قلت: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كثرت الشرط، إذا كثرت الشرط وملكت الإماء. الأمر بيد النساء، امرأة تزلزل أكبر رجل. وملكت الإماء
واتخذ القرآن مزامير، وصارت الزكاة مغرماً عبء، والأمانة مغنماً، وتفقها في الدين لغير الله، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأقصى أباه، ولعن آخر هذه الأمة أولها. الصحابة الكبار لعنوا، وساد القبيلة فاسقها، أفسق واحد سيد القبيلة، وأكرم الرجل اتقاءً لشره، فيومئذ يفزع الناس إلى الشام وإلى مدينة منها يقال لها دمشق من خير مدن الشام، فتحصنهم من عدوهم. ونسأل الله أن تكون هذه البلدة على منهج الله، وهناك علامات تؤكد ذلك. الحديث ليس في الصحاحة، درجته أقل من الصحاح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت عمود الإسلام، إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور صافع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. خبر قرأته في موقع معلوماتي، كدت لا أصدقه، لكنه خبر وقع فعلاً. أيها الإخوة، الآن صنعت طائرة هي أضخم طائرة اخترعت حتى الآن، تقل 840 راكب، ثمنها يساوي ميزانيات دول، ميزانيات دول. هي أكبر طائرة نقل حتى الآن. الذي الخبر المدهش أن سرياً من أسرياء العالم، ليس من أوروبا ولا من أمريكا، اشتراها كطائرة خاصة خاصة. هذه الطائرة يزيد طولها عن 75 متراً، عرض جناحيها 80 متر. معظم المطارات لا تحتملها، مطارات عديدة معدودة، لها طيارون خاصون. سرياً واحداً أو سري واحد، لا من أمريكا ولا من أوروبا، ولكن من الشرق الأوسط، وسوف يدفع مئات الملايين كي تكون بيتاً. وصف البيت: 3 غرف نوم، صالة استقبال كبيرة، صالة للطعام، حمام، صالة تدليك، دراجات هوائية منزلية بالطائرة العملاقة. تحويلها من طائرة ركاب تجارية إلى طائرة خاصة يحتاج
عشرات الملايين من أجل إنسان واحد، ويمكن ثمن حمامها بحل مشاكل المخيمات كلها، الحمام فقط بحل مشاكل. الآن في 45 إنسان بالطريق بلا طعام ولا شراب ولا مأوى، نزلاء مخيم نهر البارد في الطريق، وإنسان بيشتري أكبر طائرة تحمل 886 راكب، ثمنها يساوي ميزانيات دول، ثم تجهز 3 غرف نوم، غرفة طعام ومطبخ، حمام سباحة، ومكان للدراجة، وصالة تدليك. هذه أمة تستحق أن تعيش؟ هذا هو الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله أيها الإخوة اسمعوا مني هذا الكلام، أنا والله كففت من زمن طويل عن أن أمدح المسلمين أبداً، وإلا أنا إنسان ناقص. المسلمون لا يمدحون أبداً. الآن السودان، نحن بسوريا في عنا 185 ألف كيلومتر مربع، هي مساحتنا، ربع هذه المساحة صالحة للزراعة، المزروع منها ربع الربع، الربع يعني 1 من 16. ومع ذلك من فضل الله عنا 6 ملايين طن قمح كل سنة، واستهلاكنا 1 مليون طن، عنا 700-800 ألف طن حمضيات ونصدر، وعنا زيتون بالدرجة الأولى، وعنا محاصيل لا يعلمها إلا الله. كم مزروع من 185 ألف؟ ربع الربع. السودان عند أرض صالحة للزراعة 2.5 مليون كيلومتر مربع، هذا كلام سفير السودان، 2.5 مليون كيلومتر مربع، ومياه النيل معظمها تصب في البحر، ينقصهم 8 مليارات فقط، 8 مليارات تطعم السودان العالم الإسلامي كله، و1000 مليار موظف في بنوك أجنبية للمسلمين، 1000 مليار. هذه أمة لا تستحق أن تعيش. أخواننا الكرام، إذا ما صحونا صحوة جذرية، إذا ما راجعنا حساباتنا كلها، إذا ما ضبطنا بيوتنا، ما ربينا أولادنا، ما طبقنا منهج رسول الله، ما عدنا إلى الله واصطلحنا معه، المشكلة كبيرة جداً. والله أيها الإخوة، المعاصي زائد الصبر، بعدها ما في إلا القبر، قتل جماعي، مقابر جماعية، شيء لا يصدق. 5 دول محتلة الآن، والساسة في الطريق، احتلال كامل، احتلال تقليدي، ونهب الثروات. أكبر احتياطي نفط في العالم في العراق، 450 مليار برميل، وأرخص نفط استخراجه في العراق 80 سنت كلفة البرميل بدون عدادات، مع القتل اليومي 150 يومياً يومياً يومياً. هي الفوضى الخلاقة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، هذا شأن الفراعنة في كل عصر. أيها الإخوة، الفتنة الطائفية الورقة الرابحة الوحيدة في أيدي أعدائنا، إياكم أن تمكنوه منها، إياكم. انظروا ما في العراق، ما في غزة الآن، ما في الضفة، ما في لبنان، ما في الصومال، 5 دول تعاني ما تعاني من الفوضى الخلاقة، خلاقة لمصالح الأجانب. أيها الإخوة الكرام، هي اللقطة، لقطة الطائرة، بس لأخذ العلم، إنسان واحد لحاشيته وأصدقائه، ولا يمكن أن يفعلها واحد في الغرب. شبه الكاتب راوي الخبر مثل إنسان يشتري أكبر محطة توليد كهرباء لشحن هاتفه الخلوي. ممكن
860 راكب، ثمنها يساوي ميزانيات دول بأكملها. اشتريها واحد من منطقة الشرق الأوسط. اشكروا الله على أن الله سبحانه وتعالى ما جعلنا بهذا الغنى المطغي. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال الذي يتحدث عن الحرية والديمقراطية؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الأمر خطير، الأمر نكون أو لا نكون في قرار بإبادتنا. دققوا، إبادتنا هذا القرار المتخذ. يعني بيموت مليون، مجموع القتلى في العراق مليون، والمشردون 4 ملايين، والمعاقون مليونان، ولا أحد يتكلم كلمة، ولا أحد يستنكر. العالم الغربي بأكمله. وإذا وقع أسير من أعدائنا تقوم الدنيا ولا تقعد. إذا وقع صحفي أسير تقوم الدنيا ولا تقعد. 5 ممرضات حقنوا 400 طفل بفيروس الإيدز، وأوروبا بأكملها تتوسط لإنقاذهم من الحكم بالإعدام. ما هذا؟ 270 راكب وقعوا في طائرة واتهمت بها بلد عربي، دفعوهم 270 مليون، مليارات، 2.7 مليار دولار، كل واحد 500 مليون ديته، والمليون عراقي ماتوا بلاش بلا ثمن. إياكم أن تضيعوا الوقت في التسلية والغناء. الآن المسلمون استبدلوا كلمة اقرأ بأرقص. أرقص غناء ورقص، مطاعم وسياحة واختلاط وفسق وفجور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. شو الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ والله ما منشم ريحة النصر. لا تكونوا سذج إطلاقاً. الدعاء يسبقه عمل، يسبقه توبة، تسبقه استقامة. أيها الإخوة الكرام، نحن في محنة كبيرة، أسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل.